السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي الأعزاء في الجزء الخامس من المراجعة النهائية لنهاية الفصل الدراسي الأول في مادة الكيمياء للصف العاشر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الخصائص العامة للفلزات وتفسير بعض الظواهر والخواص الفيزيائية له. أولا التوصيل الكهربائي Electric Conductivity. لاحظ عزيزي الطالب حركة الإلكترونات الحرة من جهة إلى جهة أخرى والتي تمثل التيار الكهربائي بشكل مبسط. إذن نستطيع أن نعزي التوصيل الكهربائي في العناصر الفلزية بشكل عام إلى حركة سيل من الإلكترونات أو تيار مستمر من الإلكترونات. نلاحظ أيضا ارتفاع في درجة الانصهار بشكل عام. السبب في ذلك أن أيونات الفلزات تتراص في تركيب شبكي بلوري ضخم بجانب بعضها البعض، وتعتمد قوة الرابطة الفلزية على عدد إلكترونات التكافؤ، وبالتالي نتوقع أنه بزيادة عدد الإلكترونات وزيادة قوة الرابطة الفلزية فإن درجة الانصهار تزداد، إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى سنتعرف عليها إن شاء الله في السنوات والمراحل القادمة بإذن الله بشكل أوسع. تدريب: علل ينصهر فلز الصوديوم عند درجة حرارة 98 درجة سيليزية بينما ينصهر فلز المغنيسيوم عند درجة حرارة 1244 درجة مئوية أو درجة سيليزية. ما السبب في رأيك عزيزي الطالب؟ بالتأكيد إذا نظرنا إلى قوة الرابطة الفلزية في حالة المغنيسيوم نجد أنها أقوى من الرابطة الفلزية في حالة الصوديوم، والسبب في ذلك زيادة عدد إلكترونات مستوى التكافؤ وبالتالي زيادة قوة الرابطة الفلزية. ثانيا قابلية العناصر الفلزية للطرق والسحب. نلاحظ من الرسم الموضح أننا إذا أثرنا بقوة معينة على صفوف الأيونات الموجبة فإنها تنزلق فوق بعضها البعض وتبقى قوة الجذب بين الإلكترونات السالبة والأيونات الموجبة دون تغيير، وبالتالي فإنها يمكن أن تطرق على شكل صفائح أو في صورة أسلاك. ثالثا التوصيل الحراري والكهربائي. كما شاهدنا في الشريحة الأولى أن هناك حركة للإلكترونات الحرة الموجودة في تركيب الفلز، وهذه الإلكترونات الحرة مسؤولة عن نقل الحرارة من مكان إلى آخر بسرعة أكبر من توصيل المواد التي لا تحتوي على إلكترونات حرة، حيث أنها تنقل هذه الطاقة من نقطة إلى نقطة أخرى. ظاهرة مميزة أخرى وهي لمعان والبريق المعدني للفلزات. لماذا نرى هذا اللمعان؟ تمتص الإلكترونات الحرة الضوء وتنطلق فوتونات ينتج عنها البريق واللمعان المعدني. طبعا هذا التفسير بشكل مبسط جدا،
وإن شاء الله ستتم دراسته بشكل أوسع في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. خامسا، القوة والصلابة. لماذا نجد أن معظم الفلزات صلبة وقوية؟ تزداد الصلابة بزيادة قوة الرابطة الفلزية، وتزداد قوة الرابطة الفلزية كما علمنا بزيادة عدد إلكترونات التكافؤ. وكتطبيق على استخدامات العناصر الفلزية، سنتعرف على مفهوم جديد وهو السبائك. فما هو المقصود بالسبائك؟ هي خليط من فلزين أو أكثر، بحيث يكتسب الخليط الناتج صفات وخواص محسنة تجعله صالحا للاستخدام الصناعي المطلوب. فكيف ترتبط العناصر المكونة للسبيكة وكيف تكسبها صفات مميزة؟ بذوبان بعض العناصر في بعضها تتكون محاليل صلبة، أو عن طريق اتحاد كيميائي بين هذه العناصر لتكوين مركب كيميائي، أو نتيجة انتشار بعض العناصر في البعض الآخر انتشارا متجانسا. هناك سؤال يطرح نفسه، وهو عملية المقارنة بين خواص الفلزات وخواص السبائك المصنوعة منها. وهذا الجدول أيضا بشكل مبسط جدا لتوضيح الفروق فقط. فنجد أن الفلزات لها ذرات إذا كانت في الصورة النقية بنفس الحجم، أما السبيكة ففي معظم الحالات نجد أن ذرات الفلزات المكونة للسبيكة تكون ذات أحجام مختلفة. ثانيا، تترتب الذرات على شكل طبقات تنزلق فوق بعضها البعض. أما في حالة السبائك فنجد أن هناك اختلافا في الحجم بين ذرات الفلزات، وهذا الاختلاف يمنع انزلاق الطبقات والذرات فوق بعضها البعض، مما يكسبها صلابة وقوة. لنتعرف على أحد استخدامات هذه السبائك المشهورة، وهو التيتانيوم فاناديوم. هل منكم من يستطيع أن يذكر أحد هذه الاستخدامات؟ تستخدم بشكل عام في بناء هياكل الدراجات الهوائية. في الجدول التالي نستعرض بعض أشهر أنواع السبائك المستخدمة صناعيا وأهم استخداماتها ومكوناتها بشكل مبسط. أولا، الصلب الذي لا يصدأ والمعروف باللغة العامية الستانلس ستيل، يتكون من خليط من الحديد وفلز الكروم وفلز النيكل. من أهم خصائصه أنه يقاوم التآكل والصدأ. تصنع منه الآلات الجراحية وأواني المطبخ بشكل عام. صلب النيكل أو نيكل ستيل، يتكون صلب النيكل من خليط من مجموعة من الفلزات، بالطبع أهمها الحديد، إضافة إلى عنصر النيكل والكربون.
أهم ما يميز هذا الصلب أنه يقاوم الصدأ، إضافة إلى أنه قاس وصلب، إضافة إلى أنه يقاوم الصدأ وقاس وصلب. من أهم استخداماته السيارات والجسور. سبيكة النحاس الأصفر والمعروفة باسم البراس، من الاسم نحاس، إذن يوجد من مكوناتها فلز النحاس إضافة إلى فلز الخرسين، وتتميز بأنها تقاوم الصدأ، وتصنع منها العملات المعدنية وأدوات السباكة. البرونز يعرف أيضا في اللغة الإنجليزية بالبرونز، يتكون من خليط من فلزات النحاس والقصدير والألمونيوم والنيكل بنسب متفاوتة. من أهم خصائصه أنه يقاوم التآكل قاس وصلب. يستخدم في طلاء السفن والميداليات ولحام المعادن. صلب السيليكون يتكون من خليط من الحديد ونسبة قليلة من السيليكون، يتميز بسهولة مغناطته، وتصنع منه غالبا المحولات الكهربائية. أخيرا صلب الألمونيوم، ويتكون من عنصر الألمونيوم إضافة إلى فلزي المغنيسيوم والنحاس. ومن أهم مميزاته وخصائصه تميزه بخفة الوزن، وأنه جيد التوصيل للحرارة والكهرباء، لذلك تصنع منه هياكل الطائرات. إلى هنا نأتي إلى نهاية الجزء الخامس. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.